أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دليلاً للعمل عن بعد يهم الإدارات العمومية، ويأتي ذلك في ظل ظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب نتيجة تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد. ويتضمن الدليل إرشادات وتوجيهات تسير العمل عن بعد استجابة لما تطلبه أو تتطلبه هذه المرحلة من ضمان لسلامة العمل عن بعد والالتزام المسؤولين والموظفين بالاستمرار في تقديم الخدمات. تفاصيل أوفى في تقرير الهند الصدقي. وجه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون دليلاً لإعادة تنظيم العمل بالإدارات العمومية، وذلك بما يضمن استمرارية العمل بإدارات الدولة مع ضمان سلامة الموظفين والمرتفقين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وأبرز بلاغ للوزارة أن الدليل يتضمن إرشادات والتزامات وتوجيهات تسيير العمل عن بعد استجابة للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، ومجموعة من الضوابط اللازم احترامها من الإدارة والموظفين لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها ما يتعلق بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات والتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة، وذلك من أجل الرفع من القدرات الوقائية والعملية للبلاد ضمانا لحماية وسلامة المعلومات السيادية ولتشغيل أمثل لنظم المعلومات والالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ودعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال مراسلته المصالح المكلفة بنظم المعلومات بالموارد البشرية التابعة للجهات المذكورة التنسيق بينها بهدف توفير آليات عملية كفيلة بتفعيل مقتضيات المنشور المتعلق بتنظيم العمل عن بعد بالإدارات العمومية في أقرب الآجال لضمان نجاح هذه التجربة.